طيب نروح للدوري الإيطالي. مورينيو بينتقد بشدة طبعا بعد خسارته الديربي، ديربي روما الكبير، وخسارته أمام لاتسيو. مورينيو عارفين كالعادة مورينيو كان عنده أمل كبير جدا أنه أرقامه وبداياته القوية مع روما تستمر بشكل كبير جدا، لكن اصطدم بساري. ساري طبعا المدير الفني الكبير، ويمكن خسر هذه المباراة. مورينيو يمكن كان فيه يعني تحفظ على أداء الحكام، ويمكن قال يمكن مورينيو على لسان مورينيو بيقول إن الكرة الإيطالية في تقدم كبير جدا. الكرة الإيطالية منتخبها بيفوز باليورو 2020 وبتقدم كرة جميلة، ولكن ما يفسد هذه المتعة هو التحكيم والفار. مورينيو كمان يمكن قال الكلام ده بعد المباراة على طول، منتقد حكم المباراة. وكمان على الجانب الآخر في المؤتمر الصحفي غادر بشدة، يمكن الناس شافوه غادر يمكن المؤتمر الصحفي وكان منزعج جدا، وكان في كمان سمعوا أصوات تشاجر يعني مورينيو مع بعض الصحفيين. زي ما بقول لحضراتكم مورينيو يفضل مورينيو، يعني مدرب على أعلى مستوى، مدرب فني قدير جدا، ولكن يبقى يعني مورينيو مثير للجدل في كل مكان يروح. طبعا هو كان يتمنى طبعا فوز بهذا الديربي، ديربي كبير جدا، ديربي روما، لاتسيو وروما، لكن يمكن خسارته لهذه المباراة وهذا الديربي يمكن أشعل غضبه بسبب التحكيم.